أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناة كل يوم ثقافة. فتاة عمرها 14 سنة وهي عائدة من المدرسة على أقدامها، وقفت بجانبها سيارة ونزل شخص منها وحمل الفتاة ووضعها في شنطة السيارة ثم ذهب بها. أوقف السيارة وحاول فتح الشنطة لكن لم يستطع، حاول أكثر من مرة ولكن دون جدوى. ثم ذهب بالسيارة إلى ورشة في إحدى المحطات وحاولوا فتحها ولكن لم يستطيعوا. استغرب العمال من إحكام إغلاق شنطة السيارة وكأنها ملحمة. حان وقت أذان المغرب والبنت في الشنطة. خاف الخاطف أن تموت البنت من الاختناق، ففكر وأخذ القرار أن يذهب بها إلى قسم الشرطة ويسلم نفسه قبل أن تموت. ذهب للشرطة وسلم نفسه، وحاول رجال الشرطة فتح الشنطة ولم يستطيعوا، فقال واحد منهم: كلموا الشيخ يأتي ويقرأ عليها ليفتحها. وفعلا جاء شيخ معروف في الحي وقرأ على الشنطة، وفجأة فتحت الشنطة وكانت البنت تتمتم بكلمات. فقال لها الشيخ: ماذا كنت تفعلي بعدما وضعك الخاطف في الشنطة؟ قالت: كنت أقرأ آية الكرسي والمعوذات ولم أقف عنها أبدا، وأمي علمتني أني إذا كنت في مشكلة أن أقرأ آية الكرسي والمعوذات. سبحان الله، من كان مع الله كان الله معه. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك ولا تجعل المعلومة تقف عندك وشارك الفيديو.